زيارتي لألمانيا كانت زيارة يجب أن تتم، لأن كان هناك لقاء بيني وبين شركة جاكو، ملاك شركة جاكو عن طريق الأخ فريدي اللي هو وكيلهم في الشرق الأوسط. أنت مثل ما تعرف أنه كان في الفترة الأخيرة في نهاية العام الماضي صارت أكو إشكال بيننا وبين الشركة، لذلك صار اتفاق مؤخرا على أنه إيجاد حلول لهذه المشكلة اللي صارت. فصارت الزيارة وتم الاتفاق على كل شيء، وكان اللقاء يعني والزيارة زيارة مثمرة جدا، بحيث أنه بحثنا وياهم عمل شراكات حقيقية لتطوير واقع كرة القدم العراقية على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأندية في الفترة القادمة، وليس فقط مجرد أنه ملابس تشتريها من شركة. فعلى أساس هذا البحث يعني أخذ حيز من الاهتمام بالنسبة لملاك الشركة، وكانت الأمور تسير بشكل إيجابي. وأعتقد أنه قد تكون هناك زيارة لمسؤولين بالشركة إلى بغداد لتكملة دراستهم حول موضوع عقد الشراكة المستقبلية بيننا وبين اتحاد كرة القدم وشركة جاكو عبر الأخ فريدي وكيلهم في الشرق الأوسط. للأمانة أنه أيضا أنا كنت سعيد بالعلاقة الطيبة اللي تجمع فريدي مع الشركة، واللي جسدت من خلالها بتسهيل كل الإجراءات، وكانت اللقاءات مثمرة جدا، واطلعنا على واقع الشركة وطبيعة عملها بالكامل. ولذلك هذا شجعني أنه أتكلم وياهم بموضوع عقد شراكات مستقبلية نأسس من خلالها إلى فعلا شراكة حقيقية لتطوير واقع كرة القدم مع الشركات العالمية الكبرى، ومنها شركة جاكو إن شاء الله. يعني نقدر نقول أنه العقد تم تطويره بشكل أكبر الآن العقد أنا تكلمت وياهم بشكل واضح وصريح أنه إذا أنتم تريدون تشتغلون أنا يعني كموردين، فإحنا راح نحترم العقد المبرم بيننا وبينكم عن طريق الأخ فريدي، وينتهي بعد انتهاء العقد يعتبر الأمور بأنها هي هي النهاية. إما إذا تريدون نبحث موضوع رعاية حقيقية وشراكة حقيقية لتطوير واقع كرة القدم العراقية وتطوير الدوري، فراح نكون سعيدين بذلك، وبالتالي أنه راح تكون هاي الشراكة هي شراكة مستدامة للفترة القادمة إن شاء الله.